طب انت لعبت مع ابو تريكه ولعبت مع شيكابالا، لعبت مع الاثنين من انفي وقمر. شيكا قمر شويه، شيكا قمر في الكوره بمميزات يعني في الحاجات الصغيره دي. شيكابالا جبار حقيقي جبار، واسرع من ابو تريكه شويه. ابو تريكه دماغ برضو اعلى من ابو من شيكابالا في حاجات تانية، رؤيته للملعب، رؤيته للمباراه بشكل 90 دقيقه، ازاي يقدر ينقل الكره من تحت من الدفاع للهجوم. كان في كل حته في الملعب ابو تريكه، يعني يميز يتميز عن شيكابالا في الحته دي. غير ان هو يعني قصدي تتكلم في اتنين لعيبه يعني مهاريين، بس يعني في حته عن تفرق بشيكابالا عن ابو تريكه شويه يعني.